تفضل اخويا الرأي المغربي. السلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد، مساك الله بالخير سي رضوان وخيرة كبيرة. شنو غنقول لك يا سي رضوان؟ غير هذا الجزائري اللي كان معاك قال واحد المثلة، والله الا ضحكت انا عليه، طرد ودنية كاع بالضحك. بغيت غنقول له قال لك احنا عندنا حرية التعبير في الجزائر وما كايناش في المغرب. بغيت غنقول له الله يطول لي عمرك، بغينا معارض واحد جزائري كيتكلم من داخل الجزائر. مؤخرا نهار سابق ليلة العيد، سابق ليلة عيد الأضحى هذا اللي مر، واحد المناطق اللي فيها فويت ديال الماء، وانتقد والي وهران قال له يا ودي الناس راهي في تيارة ما لقاتش الماء، وانتم طالقين الماء يتمشى في الشوارع وفي الزناقي. والله يا سي رضوان الا قبضوهم سكين الاطفال هزوه من وسط دارهم مع الصبح، مع الصبح الناس قايمه تصلي وما طيروه. شحال عطاوه؟ عام حبس. خبطوه بعام حبس باش تعرف الديمقراطيه اللي كاينه في الجزائر وما كايناش في المغرب. هذه الديمقراطيه في عهد فخامه الرئيس الجمهوريه تبون. اعتقد السي رضوان فروح على انه عندك الحديث النقاش حول منجزات فخامة الرئيس تبون. والله لا بد نعدل له تقييم به، هو يهضر علينا، لأن الجزائر يقول لك علاش تهضر على تبون يا ودي؟ تبون هضر علينا، هضر علينا على المروك، قال لنا هوك، قال لك من واحد الدولة جاية من هوك، الفيسبوك جاي من هوك، المؤامرات جايين من هوك، واحد الدولة هوك، ومعاك هوكستان شخصيا. هذا دراك رضوان في الروحي من هوكستان، هوك اللي تقولها انتم ياك، تقولوا هوك، ما حتى المغرب ما تقدوا تقولوها، لانه واجعه تقول راي المغرب داير لنا، لانه المغرب الا درنا لكم مشكله، خاصكم تعرفوا هذه النقطه. علاش هما ما كيقولوش اسم المغرب في لانه حنايا كنديروا لهم، والا قالوا باللي المغرب داير لينا غيبانوا ضعاف وغيبانوا ما في يدهمش، وغتمشي ديك الاسطوانه ديال الجزائر قوه ضاربه. منجزات تبون، أنا السؤال اللي نقدر نطرحه على مستوى الخارجي، أعطوني دولة واحدة اعترفت بتنظيم البوليزاريو منذ مجيء تبون. والله ما تجبرها، ما كاين غير سحب الاعتراف، وما كاين غير طرد ما يسمى بسفير مخينزون عيجات البوليزاريو ابدا. واللي يقول لي وحنا دخلنا في بوليزاريو، قول لي يا ودي حنا عطينا وزير خارجيتكم شي نهار تكلم على شي موضوع من غير البوليزاريو. عندكم واحد الجمهوريه قال لها جمهوريه البوليزاريو ما خينزو، يتكلم عليها وزير الخارجيه، يتكلم عليها رئيس الدوله، يتكلم عليها او الحرطين هذو الثانيين يتكلموا عليها، هذا اللي عندكم على مستوى. اذا القضيه على مستوى الخارجي صفر على الشمال. قال لك شنو؟ انا غنكون مختلف معك الراي المغربي. اه تقدر تختلف معي على المستوى الخارجي ولا الداخلي؟ الخارجي عنده انجازات كبرى، من بين اول واكبر الانجازات انه قطع الغاز على المغرب والمغاربه ودفعنا الى الحطب من اجل التدفئه، هذا انجاز. قطع علينا الكهرباء ودفعنا لنشتري الشمع من اجل الاناره، هذا انجاز. قطع علينا الحدود وجعلنا نقوم بجولة ودورة كبيرة على الجزائر من أجل الدخول إلى الجزائر، هذا إنجاز. دار واحد من أكبر الإنجازات في الدين الإسلامي، كبائر الذنوب قطع صلة الرحم السر الرأي المغربي، هذا كل إنجازات. ها هي غار، انت ما فصلت لي، ما وضحت لي، وحتى المتابعين ما وضحت لهم. قول لي الانجازات على المستوى الافتراضي، اي في السوشيال ميديا، في التيك توك برك. قول لي اش عد تبون على مستوى التيك توك برك خويا، ما تقوليش على مستوى الواقع، لانه انا مشيت غلط. ها على مستوى التيك توك عد الانجازات متينه، اقطع الغاز على المراركه، اقطع الضوء على المراركه، قال للمراركه والله ما تليتوا تدوزوا ولا تدخلوا من هوك. ايوا تمي احنا نعدلوا واحد ربع واحد فيها 15 دقيقه كنزيدوها شويه في الطياره، بيلوت صاحبي انا قال لي والله واحد ربع ساعه زادوها لنا الجزائريين في الطريق. ايوا شنو؟ اقطع الحدود، قال لك الحدود قال لك قطعناها، السلام عليكم. ايوا شنو ثاني؟ على مستوى الافتراضي التيك توك ايش عدل ثاني؟ ايه قال لك احنا فضحنا النظام المغربي على مستوى الامم المتحده. ايه قال لك اودي رانا عدلنا للمروك. على المستوى الافريقي قال لك ايه رانا احنا ادينا لكم لا كوب دافريك،
ولكن في الاخر ما نعرفش وقع شي باقه فما نسعب على المستوى التيك توك. هو قال لك يا سيدي عدلوا شنو الانجاز الثاني. ايه قال لك وقفوا استيراد السلع المغربيه، يا غير وقفوها السفن المغربيه اللي في السفن اللي تجينا شر المواني المغربيه ما لا تمشي عندهم. ايوا سيمانه هي الدعوه عندهم فما عاد فيها كثره الطوابير، قال لهم طلقوا طلقوا النسوان لان القضيه فيها ميناء طنجه المتوسط حاكم الدعوه فما في الاطناء المواطنه. ايوا على المستوى التيك توك قال يا ودي احنا البريكس داخلين لها، ولكن قالوا على انه المغرب مع الامارات داروا لهم شي قارب ديال السكر فما كان محطوط في الكرسي. ايوا فما ملي جاوا يريحوا ما لقاو الكرسي عامر. هذا ايوا شنو ثاني على مستوى التيك توك؟ قال تحليه مياه البحر. ايوا قال لهم راني عدل انجاز كبير، ولكن مص البحر تمص على مستوى التيك توك، ولكن على مستوى المدن الجزائريه المواطن الجزائري ما هو جار باش يغسل قاعه مع احترامنا طبعا. هذه قالوها الجزائري ماني انا اللي قلتها. ايوا شنو ثاني على مستوى الانجازات التيك توكية؟ قال عليها انه قطار تمرست غيمشي شورت مازال ما شفناه. ايوا شنو على مستوى التيك توك الانجازات؟ تبارك الله تبارك الله يا سرى. انت عني الديون الاقتران ممنوع الطلق والرزق على الله. إيه هذه عندك فيها الصح يا غير. قالوا بلي راه عدوا شي من طبيع طبعه ياسر من الفضه اللي طاح الدينار ما عاد تساوي حتى بصله. خالق دريك الدينار الجزائري عاد ورقه كلينكس في نظر الصرافات وفي نظر الابناك لانه لا يستعمل ما عنده قيمه ما شاء الله. هذا اللي هذا يستعملوه لا نعيجات الجبهه بوليزاري وهذا اللي يستعملوا الدينار الجزائري بما تساوي شي في مكان ثاني. ايوا انجاز اخر عنده طلق 61 قمر صناعي قد 10 دريال. 61 ميني قمر صناعي. اها والله قالوا وانا سمعت على انه طلقوا صواريخ للوصول الى الفضاء في اطار انشاء ما يسمى المنظمه الجزائريه للوصول الى الفضاء. هذا انجاز على مستوى التيك توك خارج ياسر من الانجازات اللي يفتخر بها الجزائري على مستوى التيك توك. ولكن اليوم مرق تقرير يا سي رضوان على انه الجزائر عاصمه الزريبه العسكريه في الجزائر اي الدوله الجزائريه طبعا مصنفه كأسوأ عاصمه من ضمن خمسه أسوأ عواصم للعيش. هذه ما ضربتها كارثه طبيعيه، ما ضربتها حروب، ما جاها زلزال، ما والو. هكاك مريحين الدعوه مقحطه زرع الحليب. ايه هذا القطري غير جابوا الكفيل القطري بدون القطري ما عندك مشكله، لابد من القطري يجي يعدل الامور هذه. اما على مستوى الواقع فالجزائري يعلم على ان تبون لم يقم باي انجاز في صالح الشعب الجزائري من غير انه عطيهم الخرطه وديك الخطابات ديال تشوكير اللي تحرك من صف نتير عليه بحجره. هذا اللي عنده ونتمنى ان شاء الله ما تجي شي حجره في شي حد لا يعطب لينا شي واحد. احنا راه باقي باغين نكون هنا نضحكوا شويه. وخيرت استاذ بروحي تحياتي ونتمنى تكون امور بخير. الله يحفظك خويا الراي المغربي تحياتي.